لو قال قائل أهناك أعياد زمانية غير شرعية؟ أهناك أعياد مكانية غير شرعية؟ فالجواب نعم. فمثال العيد الزمني المخالف للشرع مثل عيد الأم، عيد المولد وما شابه ذلك. العيد المكاني زيارة النجف، كربلاء التي يزار فيها قبور أهل البيت. لو قال قائل وهناك أعياد مكانية للمسلمين يعتادون الذهاب إليها، نعم، المسجد الحرام، مزدلفة، منى، عرفة، أعياد مكانية. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله فإن الله عز وجل قد أبدل هذه الأمة بأعياد زمنية، وهي عيد الأضحى وعيد الفطر وأيام منى ويوم الجمعة، وأبدلها بأعياد مكانية مثل المسجد الحرام ومزدلفة ومنى وعرفة.